في هذا الريبورت راح نتعرف بعد ايضا على تفاصيل. احنا قلنا الستومك تتكون من تو سيرفيسز، هذا انتيرير سيرفيس وهذا ايش راح اسميه الورا بوستيرير سيرفيس، تو كيرفيتشر، هذا كيرفيتشر ليسر كيرفيتشر، هذا كيرفيتشر جريتر كيرفيتشر، تو اوبننج كاردياك اوبننج ونسميها جاسترو اسفيجيال اوبننج وبايلوريك اوبننج، وهاي محميه بسفنكتر نسميها كاردياك سفنكتر او اسميها جاسترو اسفيجيال سفنكتر، وهاي ايش راح اسميها انا بايلوريك سفنكتر. بالنسبه لهاي الثانيه راح قلنا نسميها انسيزورا انجولارس. ليش سميتها انسيزورا انجولارس؟ لان هي تصير نهايه الليسر كيرفيتشر اكو نوتش، هاي النوتش راح اسميها انسيزورا انجولارس. كل شيء من هنا اسميه بودي، كل شيء بعدها راح اسميه انترام، لذلك فندس بودي عبارته انترام، وبعدين راح يجيني هذا التوبولار بارت اسميها بايلورس. واضح؟ هذا فيما يخص هذا الاسبوع.